الجندي المجهول هو لقب يطلق على شخصيات عديدة تركت بصمة واضحة في مجالها وظلت خالدة في أذهان الجميع على مر التاريخ. دائما ما نسمع عن الجنود المجهولة بالملاعب المصرية الذين تركوا ذكريات غالية وعزيزة في قلوب الجماهير. مشير حنفي نجم دفاع الأهلي السابق والذي يعد امتدادا لقائمة الجنود المجهولة في الكرة المصرية، واحد من أبرز المدافعين الذين امتازوا بالصلابة والرقابة الصارمة على المهاجمين، وكان له أسلوب مميز في التعامل مع الكرات رغم قصر قامته. يظل مشير حنفي من النماذج الخالدة في قلوب الأهلاوية بعدما نجح في حصد العديد من البطولات والألقاب والتي وصلت إلى 19 بطولة خلال مشواره الكروي الذي بدأ في الثمانينيات. بدأ حياته الكروية في مركز المهاجم قبل أن يكتشف مدرب الأهلي وقتها إمكانياته المذهلة في الدفاع ليصبح صمام الأمان لخط دفاع الأهلي. تدرج في صفوف الأهلي وحصل مع المارد الأحمر على لقب الدوري الممتاز 7 مرات متتالية وكأس مصر 4 مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري و4 مرات للقب البطولة العربية و3 مرات لقب كأس النخبة السوبر. ضمه الكابتن هاني مصطفى مدرب المنتخب الأولمبي السابق عام 90، ثم اعتمد عليه الراحل محمود الجوهري لخوض بطولة أمم إفريقيا بالجزائر والتي تألق فيها بشكل لافت نال إعجاب الجميع. عبر حنفي عن انتمائه الحقيقي للأهلي حيث رفض ارتداء قميص آخر غير الأهلي بعدما أعلن رحيله عام 2000 وأعلن بعدها اعتزاله. عمل حنفي مدربا بأكاديمية الأهلي لمدة 2 موسمين من أول عام 2002، ثم تولى مهمة المدير الفني لمواليد 93، 95، 97 بقطاع الناشئين لمدة 2 موسمين آخرين. وسيظل مشير حنفي واحدا من أساطير الأهلي الذين أفنوا حياتهم لرفع اسم الأهلي عاليا. برحب بحضراتكم من جديد. منورني في الاستوديو كابتن مشير حنفي، المدافع الصلب اللي فاز ب 19 بطولة مع النادي الأهلي، منهم 7 بطولات دوري متتالية. طبعا يعني شارك مع أجيال كتير جدا، والجيل الذهبي شارك مع أجيال كتير جدا، يمكن كابتن ربيع سين، كابتن عمرو الحديدي، وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ، وأسماء كتيرة قوي. وطبعا معروف عنه أنه رفض أن هو يرتدي اي فانيلا تانية غير الفانيلا الحمراء. منورني يا كابتن في الاستوديو. اهلا بيك، وانا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك، وسعيد جدا ان انا موجود في بيتي قناه النادي الاهلي. ده شرف لينا طبعا يا كابتن، وهو فعلا بيتك. وخليني كده ابدا مع حضرتك بانه يمكن مسيره كبيره مع النادي الاهلي و19 بطوله ورقم كبير، بس لما بتيجي كده تفتكر مسيرتك مع النادي الاهلي بتبقى راضي قد ايه ومبسوط قد ايه بيها؟ ببقى فخور طبعا باللي انا حققته مع النادي الاهلي، والأجيال اللي أنا لعبت معاها أجيال عظيمة جدا. فلما بعض افتكر مع نفسي كده، ده فخر وده شرف ليا وشرف لولادي ذات نفسهم، يعني ده حاجة كبيرة. كان إزاي انضمامك للنادي الأهلي يا كابتن؟ أنا من أبناء النادي الأهلي، لأن أنا تواجدت مع الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه في قطاع الناشئين وأنا عندي 9 سنين، وبدأت بقى أشتغل مع كل المراحل السنية في قطاع الناشئين لغاية ما ربنا كرمني وصعدت مع الفريق الأول. يمكن كنا بنتكلم على 19 بطولة و7 دوري متتالي، إحساس إنه تاخد 7 دوريات متتالية دي، ده رقم كبير قوي، حاجة مختلفة جدا. بص أقول لحضرتك على حاجة، هو 7 دوري متتالي دي بتدل على حاجات كتيرة، بتدل على إن معاك جيل قوي جدا، بتدل على إن معاك لعيبة كويسة جدا، بتدل على إنك معاكي منظومة كاملة، كله واقف مع الفريق، كله بيساند الفريق. فاحنا كنا أيامنا يعني مش جيل واحد، كان بتبقى فيه جيل أو اتنين بيرتبطوا مع بعض. فده ميزة النادي الأهلي، إن أنا ما بطلع وأنا طالع صغير بقى فيه جيل أكبر مني. يعني هضرب لحضرتك مثل، لما طلعت أنا وأنا صغير عندي 18 سنة أو 19 سنة، لعبت مع الكابتن ربيع ياسين، لعبت مع الكابتن حمادة صدقي، لعبت مع الكابتن محمود صالح، فدولت بالنسبه لنا كان جيل كبير، كنا نحلم ان احنا نبقى متواجدين معاهم في التمرين.
فبقيت متواجد معاهم في التمرين وفي المباريات. فده جيل بيسلم جيل وجيل بيعلم جيل. أكيد. هو ده اللي بيميز النادي الأهلي. هو ده اللي حصل معانا كأبناء النادي الأهلي كلنا. طب وال19 بطولة دول لو قلت لك أغلى بطولة أو أكتر بطولة فاكرها تألقت فيها قوي؟ لا هم كلهم بطولات يعني كل بطولة ليها 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 فرحة وليها، بس هي في بطولة معينة بالنسبة لي أنا كمشير حنفي. كنا بنلعب الإسماعيلي ماتش فيصل في استاد اسكندرية، ماتش فاصل ببطولة الدوري و 4-3 4-3 وكنا كسبانين لغاية آخر 10 دقايق 4-0 وبقى 4-3 وكان البطولة يعني كانت فيها منافسة شديدة جدا، حتى في مباراة فاصل بين الأهلي والإسماعيلي. فبالنسبة لنا كنا طبعا ده متعودين عليه لعيبه النادي الاهلي متعوده ان احنا نوصل نلعب لاخر من الحكم يصفر، سواء دقيقه 90 دقيقه 92 93 صح. فده اللي كان بيميز النادي الاهلي ولغايه وقتنا هذا. فدي كانت بطوله بالنسبه لنا كانت ليها فرحه كبيره جدا، حتى الوقت بتاعه بتاع الفرحه كان بالنسبه لنا كبير جدا، لان جينا من اسكندريه لغايه الجزيره وجمهور النادي الاهلي ورانا وبنفرح في الطريق طبعا. طبعا. فدي هي كانت البطوله اللي بالنسبه لي كل بطوله بنفرح في الاستاد، انما البطوله دي بالذات جينا من اول الريست بتاع اسكندريه او البوابه بتاعه اسكندريه من هناك لغايه البوابه هنا في مصر لغايه الجزيره، وفرحه ما بعدها فرحه. طريق اسكندريه كنا ناخده في ساعتين، جيناه في حوالي 6 ساعات لان كنا ماشيين مع الجمهور مع الجماهير، ودي كانت سعيده جدا بالنسبه لنا. والفرحه كانت كبيره. معروف عنك طبعا يا كابتن مدافع صلب ورقابه صارمه على اي لاعب بتلعب عليه او كده، خليني اسالك بقى لقب اللزقه ده كان جه ازاي؟ وكان وبالنسبه لك بيمثل لك ايه؟ انه يتقال مشير حنفي لزقه من كتر ما يعني معروف عنك قد ايه مدافع صلب جدا وبيبقى فيه رقابه صارمه وانت بتلعب في الملعب. هقول لحضرتك حاجه، والله ده فضل من عند ربنا طبعا. بس هو الالقاب دي بتيجي من زمايلنا من صحفيين. انا ما بقولش لقب، لا ده بيتقال عليا اللقب. فدي برضو انا بالنسبه لي اللقب ده بالذات انا بعتز بيه، لان انا من اول مباراه لعبتها مع النادي الاهلي وانا عندي طموح وعندي اصرار ان انا لازم ابقى موجود في النادي الاهلي. فكل مباراه بالنسبه لي كانت بتبقى سنه، يعني المباراه دي لازم ابقى كويس فيها عشان اكمل عشان اكمل عشان اكمل، لو بقيت وحش هقعد فهمشي. فكان عندي الاصرار ان ابقى متواجد مع النادي الاهلي. وانا بالذات كمدافع الكسر القامه كان بيعمل لي مشاكل كتيره جدا مع مدربين كتيره جدا. كانت تيجي في بدايه الموسم تقول لك انت عشان كسر القامه مش هتلعب. فكنت بجتهد وكنت بتمرن وكنت بلتزم. صعبه وكنت قوي بثبت لهم. صعبه قوي انه مدافع يتقال له انت مش هينفع تلعب عشان ما في قصير. بتبقى في نوعيات مدربين بتبقى هو عايز في مواصفات في المركز ده بالذات ان هو اول حاجه بيفكر فيها انه يكون طويل، لان كل شغل المركز المساك أكيد. كلها كور طويله وعرضيه طويله. فكنت بعاني من دي مع مدربين كتير. كنت ازاي بقى بتحاول تتغلب على ده؟ كانوا بيحكموا عليا قبل ما يشوفوني. بس طبعا الحمد لله بفضل من عند ربنا انا كان بيبقى عندي اصرار وعندي طموح وعندي امل ان انا عايز اكمل. فديت اللي كانت بتخليني التمرين زي المباراه الوديه زي الماتش الرسمي. فالحمد لله ده فضل من عند ربنا. يعني تفتكر موقف كده حصل لك بسبب الموضوع ده ضايقك قوي وبعد كده اثبتت نفسك يعني مع مدرب ما؟ افتكر ان احنا كنا بنلعب ماتش السوبر مع الزمالك في جوهانسبرج. والزمالك فاز بيه واحنا راجعين من الطياره، حتى المدير الفني قال لي انت طول ما انا موجود مش هتلعب معايا عشان انت قصير. فيمكن كان الكابتن شطه موجود ويشهد على الكلام اللي انا هقوله دون. في الطياره انا قلت له انا هلعب غصب عنك، فحتى شد معايا في الكلام. قلت له انا مش عايز اقول ذكر اسمه، بس قلت له هلعب غصب عنك، مش هلعب كده بالكلام، انا هلعب بادائي وباجتهادي وبالتمرين. ففضل هو يركز في الكلام اللي انا بقوله، وبعد اسبوعين او ثلاثه يعني لا قدر الله كده كان في اصابات في الفرقه وفي المركز ده بالذات، فهو اضطر اللي يلعبني. فالحمد لله من اول مباراه لعبت فيها هو ذات نفسه بعد 4 أو 5 مباريات قال لي انت الوحيد في الفرقه اللي انا مرنتها كلها لعب غصب عني. لعب غصب عني وانت اتحديت مدير الفني بتاعك وانت كسبت التحدي. وانا مش عايز اقول بقى حضرتك عرفتيه. وقال لي انت كسبت التحدي، لان كنت متحدي مع شطه ان هو كانت المباراه دي لغايه ما فلان يخف وهيلعب هو. فالحمد لله فضلا عند ربنا كملت مع من اول ما نزلنا من الطياره اول مباراه لعبتها لغايه ما هو سافر كنت انا موجود معاه اساسا.
دي حاجه كبيره يا كابتن اكيد لما بتفتكرها، انه قد ايه حد كان مدير الفني بتاع الفريق ومش عايزك تلعب وشايف من الاول ان انت ما تنفعش تلعب، وانت تثبت نفسك وتجتهد علشان وكل سنه كانت بتقابلني العقبه دي. كل سنه لما تيجي التأييد او تيجي التجديد او الصحافه والناس، اول واحد ماشي مشير حنفي. فكان طبعا ضغط كبير قوي يا كابتن. بس الحمد لله لما يكون ربنا معاكي وفي الحمد لله في اصرار وفي عزيمه وفي اجتهاد، اهم حاجه الاجتهاد، تجتهد واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. يعني كنت اول لعيب في كل موسم، اول لعيب من الصحفيين من النقاد من ماشي مشير حنفي. بس الحمد لله كنت انا ليا هدف وليا بس اكيد كان برضو بيضغطك الكلام ده، يعني انه كل شويه تشوف انتقادات او انه مشير حنفي ماشي، دي حاجه مش سهله يعني. بالعكس كان بيديني قوه وعزيمه اكتر فعلا. واصرار ان انا اثبت للناس دي ان انا فعلا جدير ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. والحمد لله دي انا بيني وبين نفسي الغيره الجوانيه او الحماس الزياده او الطموح لعبت لغايه ما علقت اشاره الكابتن النادي الاهلي سنتين. وده الحمد لله ده فضل عند ربنا. كل اللي انا بقوله دون بجتهد وربنا هو اللي بيوفق طبعا. كابتن، طب كابتن بقى لما جيت تعتزل او تسيب النادي الاهلي، رفضت تماما تلعب لاي نادي تاني؟ ويمكن جالك عرض من الزمالك، كان كابتن ابراهيم وحسام حسن. انا جالي عروض كتيره يعني مش عايز اقول اسماء، بس جالي عروض كتيره داخل مصر وخارج مصر ورفضت. بس انا يعني كانت صعبه بالنسبه لي جدا. انا كان سني ساعتها 29 سنه بالظبط، واخد مع النادي الاهلي 19 بطوله داخل النادي الاهلي وانا عندي 9 سنين. فنشت 29 سنه يعني سنين كتيره جدا بيتي، وكنت بقعد في النادي الاهلي اكتر ما بقعد مع اولادي وبيتي. كنت باجي انا وزمايلي، ولما كبرنا كنت باجي انا وياسر ريان من الساعه 10 الصبح نروح الساعه 8 9 بالليل. فكانت صعبه بالنسبه لي جدا ان انا يعني اقلع التيشيرت والبس تيشيرت تاني ايا كان هو اللون وايا كان. انا كانت صعبان عليا جدا ان يتقال مشير حنفي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب النادي الفلاني الحالي. فدي بالنسبه لي كنت رافضها تماما. ما بصيتش بقى لا 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 لا، كان في بقى ساعتها كان في الاحتراف فعلا الحقيقي اتطبق في مصر، كان في الفلوس. بس انا طبعا هاخد الفلوس وبعد ما العب سنه ولا اتنين فخلاص كل التاريخ هيتنسي. فدي الحمد لله يعني يمكن ربنا برضو يمكن ربنا صلاه الاستخاره، وربنا الهمني ان انا خلاص دي اخري. وبعدين انا كنت بحلم ان انا كنت ابقى موجود في النادي الاهلي. ده انا لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات في النادي الاهلي وفنشت وانا كابتن النادي الاهلي. فالحمد لله. مع ان في لعيبه دلوقتي يا كابتن يعني ما بيبقاش ده التفكير، بيبقى التفكير يمكن الاحتراف هو اللي طاغي دلوقتي، انه ما بيبقاش الانتماء قوي قد ما خلاص العرض الافضل اللي يجي لي يعني. شوف حضرتك قلت كلمه الانتماء. الانتماء ده مش موجود نهائي دلوقتي. انا بكلمك على اجيال مش فاتت مش نهائي يعني انا بكلمك على اجيال فاتت. فعلا الانتماء اللي هو الحقيقي اللي في الدم بيجري. انا ممكن الانتماء ما بيتجزأش ولا بيتغير. انما ممكن دلوقتي الفلوس تغيره بحجه ايه؟ بحجه الاحتراف. لا يعني الانتماء، حضرتك شايف ان ده مش صح؟ طبعا في حاجه اسمها احتراف واستثمار وفي حاجه اسمها انتماء. انا ممكن اكون منتمي جدا للنادي الاهلي وادخل موضوع الاحتراف والاستثمار والفلوس، بس انا مش هقدر، انا دمي خلاص اهلاوي. مش هينفع مهما تحط لي شيك هتحط لي فلوس، مش هينفع خلاص. فده في فرق بين اهو، في لعيبه في النادي الاهلي فعلا عندها انتماء قوي جدا طبعا، وفي لعيبه بتبص على انها احتراف وهو حقه حقه. بس انت لما تبقي متربيه، انا بقول مثل يا ريت كل الاهلاويه يتفقوا معايا في دي، النادي الاهلي ابونا. ما ينفعش بجميع الاحوال ان انا لعلي صوتي على ابوي ولا اجرح ابوي ولا اسيبه ولا استغنى عنه ولا 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 الكلام ده كله. واكيد ولاد النادي واكيد اللي لبس تيشيرت النادي الاهلي هيتفق معايا ان النادي الاهلي ابونا والدنا كلنا. فعشان يجي لي وقت الاختيار ان انا افاضل بين ابويا وبين عمي او بين جاري او هختار مين؟ انا بجاوبك انت او تجاوب عليا. باباك طب، والدك طب. بس انا لخصت لك كل اللي هتقوليه. طب شايف ازاي يا كابتن بقى الهجوم اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت على النادي الاهلي في ظل تحصل الفتره دي؟ يعني احنا شايفين موسم صعب على جميع الانديه وعلى العالم كله، على الكره بشكل عام، ومع ذلك لا، الاهلي يعني قدر ان هو يفوز ويحسم الدوري قبل 7 جولات كمان.
هقول لك على حاجه، يمكن انا متواجد في الشارع ومتواجد في منطقه شعبيه في شبرا الخيمه، الاهلاويه هناك حاجه يعني مش هقول لك في الكافيهات او في الكافيتريات او في البيوت. النادي الاهلي الجمهور بتاع النادي الاهلي هو متعود على خلاص البطولات، فهو زعلان ليه؟ هو زعلان عشان شايف اداء النادي الاهلي مش هو الاداء، مع ان هو لو فكر برضه شويه الاجواء اللي بيمر بيها النادي الاهلي صعبه جدا طبعا. صعبه جدا، سواء من كورونا سواء برضه. احنا هنرجع للحته دي، بس مين كان بيقول لحضرتك لم انت اللي على الارض وانا هلم اللي على العالي؟ كابتن عمرو حديدي. طب اقول الو بقى. الو الو عمور. ايه يا كابتن ميشو؟ حدو شوف يا حدو، اول ما قالت لي لم انت اللي على الارض ولم انا اللي على العالي قلت لها عمرو الحديدي. منورنا كابتن عمرو الحديدي في برنامج السادسه، دايما منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره، الله ربنا يكرمك، معاكي احسن مساك في مصر. حبيبي يا عمرو، حبيبي. انتوا الاثنين يعني معروفين بالتالق مع النادي الاهلي والبطولات يا كابتن عمرو، ويمكن دايما لما كنت عندي في الاستوديو كنت احب اسالك كده وازنقك في الاسئله. قول لي بقى كده على موقف مع كابتن مشير حنفي كده، فاكره له اكتر المواقف اللي بينكم. لا، كان مره مستر هارس واحنا موجودين في 92 93 كان بيتكلم معانا، ومشير كان بيشتكي للكابتن طارق سليم. فدخلنا واحد واحد، مشير الاول وبعدين انا وبعدين ابو الذهب. بعد كده حصل ان الراجل مش عاجبه طريقه لعبنا، بعدها باسبوعين بالظبط احنا اللي لعبنا. قلت له بص بقى، هو غنى ده اللي قال لي بص اللي بيحصل ده لازم نثبت للناس كلها احنا هنعمل ايه. هم كانوا ست ماتشات، ترسانه وشبين والاسماعيلي والمصري والاتحاد. فعلا يعني هو مشير حنفي عشان ابن النادي الاهلي، احنا بعد كده جينا هو كان عارف ايه اللي بيسعد جميل النادي الاهلي وكان يقول لنا عليه، اذا كان انا ولا ابو الدهب ولا كمونه ولا جمال. طبعا كان معنا الكابتن علاء عبد الصادق. مش والله يا ساره عشان هو موجود او انا بكلمه، فعلا من احسن مساجد، بل احسن مساج في تاريخ النادي الاهلي واحسن مساج في مصر. مشير حنفي دي مش مجامله ليه، يعني في حاجات كتير قوي 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 هو حقه ياخده بعد وهو بيلعب وبعد ما بطل. مشير اخ وزميل وصاحب وكل حاجه حلوه، كان بنرتبط ببعض ان احنا من حته شعبيه في شبرا مع بعض، كان الحاجه اللي ناقصه يقولها لي بيني وبينه. مفيش اسلوب ان انا بغلط يشوح او يشاور لي او يغلطني، بالعكس كان يقول لي بعد ما نخلص واحنا في اوضه اللبس نعمل نقول دي غلط ودي صح. كان هو دي ميزه فيه طبعا، خلق، اداء، التزام، رجوله، كل حاجه فيه كانت كويسه. يمكن كمان يا كابتن عمرو كنا بنتكلم انا وكابتن مشير على فكره الانتماء، وكان بيتكلم بنفس الباور اللي حضرتك كنت معايا كنت بتتكلم بيها، وبيقول لي النادي الاهلي ده ابويا، وفكرني فعلا بكلام حضرتك لما كنت وانت بتتكلم عن النادي الاهلي متاثر جدا، وانه قد ايه لازم كل لاعب يعرف قيمه تي شيرت النادي الاهلي. بص يا ساره، في نقطه مهمه جدا، الكيان اللي احنا بننتمي ليه اللي هو النادي الاهلي ده امل لاي حد. اللي موجودين واللي بطلوا، احنا لغايه دلوقتي لعيبه في النادي الاهلي الناس فاكرانا، والناس لسه فاكره احنا بنعمل ايه وفاكره احنا عملنا ايه. فعلا النادي الاهلي كيان، جزء كبير من كيان اسمه مصر، اسمه جمهوريه مصر العربيه. النادي الاهلي ده كيان كبير، ان احنا بنتكلم من جوانا بحرقه وغيره ده من حبنا للنادي الاهلي. واحنا مبطلين واحنا كنا بنلعب كنا كده، واحنا مبطلين بنقول نفس الكلام، ولو لينا اولادنا في النادي بنقول لهم يعملوا اللي احنا ما عرفناش نعمله، وبنقول لاخواتنا اللي موجودين في الملعب والزملاء اتعبوا نفسكم عشان انتوا الوحيد اللي في مصر بتستعيدوا الشعب المصري، استعيدوا الشعب المصري اللي عدده 105 مليون، هقول احنا 110 مليون اهلاوي. سيدوا الناس دي، انت لعيب اعمل اللي عليك، مجلس اداره عليه وفر لك المناخ، مدرب كويس ايا كان مين هو اللي متواجد، انت اللي بتعمل اسماء المدربين اللي موجوده في مصر، أكيد. انت اللي بتكبر الناس، وانت اللي بتسعد الناس، وانت اللي بتحط اسم مصر في حته معينه محدش بيعرف يوصل لها غير النادي الاهلي بس. حبيبي حد بعد اذنك بس انا اقول لحضرتك على كلمه وعمرو هيعلق عليها. انا مع عمرو بنلعب مع بعض وبنقعد مع بعض. فكنت اقعد معاه يا عمرو احنا الاثنين قاعدين احتياطي، فما ينفعش. لازم نعمل واحد اثنين ثلاثه.
يسمع كلامي، يعمل واحد اتنين تلاتة نلعب احنا الاتنين مع بعض. فاستمرنا فترة طويلة مع بعض على هذا الايه المنوال. عمرو من اللعيبة اللي هي مجتهدة جدا جدا جدا، يعني مش هقدر اقول لك على الاصرار اللي في الملعب والعزيمة، وكان عايز يلعب بأي طريقة. بس احنا برضو كنا حظنا ان احنا مش هنقول بقى وحش، لا بالعكس، كنا حظنا كنا حوالي خمسة ستة مدافعين مميزين جدا. يعني كابتن علاء عبد الصادق كان بيلعب، جه كابتن ربيع فترة لعب، بعد كده كمونة، بعد كده يوسف، بعد كده انا، بعد كده عمرو الحديدة، بعد كده جمال السيد. كانت في منافسة شرسة جدا بيننا وبين بعضينا. كنا اما نيجي عمرو يلعب يبقى انا معاه، مشير يلعب عمرو معاه، فاحنا الاثنين كنا بنقعد مع بعض، وكنت بتكلم معاه لان انا اقدم منه بكتير في النادي الاهلي، وهو كان جاي، فقلت له عمرو عشان عايزين نلعب نعمل واحد اتنين تلاته. فعلا عمرو كان ملتزم جدا معايا، وعمرو بتربطني بيه بقى صله ان احنا شبراويه مع بعض، وكنا بنروح مع بعض. فلا عمرو انسان جميل جدا وانسان ربنا يديم المحبه يا كابتن. الحقيقه سعادته فعلا جماهير النادي الاهلي لفتره طويله. بشكرك جدا كابتن عمرو الحديدي، فعلا نورتنا في برنامج السادسه، ولسه مكملين كلام يمكن مع كابتن مشير حنفي بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن مشير حنفي. ويا كابتن عايزين نتكلم بقى شويه عن الدوري المصري واللعيبه ودوري ابطال افريقيا. خلينا نبدا من الدوري اللي احنا حسمناه قبل النهايه بسبع جولات. عايز اسالك، شايف لو انت مكان فايلر، او شايف انه المفروض الفتره اللي جايه او المباريات اللي جايه فايلر يستمر في الدفع باللعيبه الاساسيين، ولا يبدا يعتمد بقى على الناشئين، على اللي على دكه الاحتياطي، مش بنشوفهم كتير في الملعب، يدخلوا بقى فورمه، شايف ايه الافضل؟ بص ساره، هو يعني المفروض والطبيعي في الفنيات ان انا ببقى حظي كويس جدا كمدير فني ان انا اخد البطوله قبليها بفتره، بخمس اسابيع، بست اسابيع، بسبعه، فبقى انا مدرب محظوظ. ليه؟ لان انا في ضغط المباريات اللي فاتت، في لعيبه انا ما شفتهاش، في لعيبه انا عايز اشوفها. المفروض والطبيعي ان انا خلاص خدت البطوله، انا عندي بطوله اهم من النادي الاهلي، دماغه مش في الدوري، دماغه في البطوله الافريقيه. طب انا لا قدر الله زي ما حصل واحنا زعلانين كلنا ان رامي ربيعه المباراه اللي فاتت مش هيلحق البطوله الافريقيه، فطبيعي ان انا عندي لعيبه كده اساس الفريق، ان انا خلاص هو لعب كتير، هو فورمه المباريات شغال فيها، ولعب موسم كامل وموسم صعب، فانا عندي ال 20 يوم دولت هم اللي انا بجهز للبطوله الافريقيه. خلاص في لعيبه انا عايز اشوفها عشان برضو احكم عليها، وفي لعيبه انا عايز اديها مباريات عشان هعوزها في البطوله الافريقيه. لان انا عندي مباريات صعبه جدا طبعا. عندي هتبقى المفروض والطبيعي ان شاء الله بامر الله يبقى اربع مباريات صعبين جدا، ومع فريق قوي جدا، ومع بطوله جمهور النادي الاهلي السنه دي مش هيقبل غير بيها. خلاص الدوري النادي الاهلي جمهوره اتشبع بالدوري، فحته الدوري دي بالنسبه له بقت عاديه جدا. ايه يعني الاهلي خد الدوري؟ ما انا كده كده باخده بالسبع بطولات ورا بعض، بالثمانيه ورا بعض. فانا شايف ان احنا عندنا الفنيا بقى الشناوي لازم يريح، لان احنا مش ناقصين تاني ادرام ربيعه، فينا حطينا نفسينا في مأزق. ما عندناش مدافعين غير خلاص اتنين. طب انا هعمل ايه؟ ايمن اشرف وياسر ابراهيم. ايمن اشرف وياسر ابراهيم. طب انا لاعبهم برضو عشان لو لا قدر الله حد حصل حاجه في الاربع مباريات اللي جايين دول. لا ده مش طبيعي. يبقى اذا انا انزل ابص لقطاع الناشئين، هل في مدافع ادفع بيه واشوفه وادي له فرصته؟ وبعدين هنا انا مسكت قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بص اقول لحضرتك 17 سنه؟ مسكت 17 و16 و14 ومدرسه الكوره. هنا قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الفتره اللي احنا فيها دي مظلومين جدا. هتقولي لي ليه مظلومين جدا؟ لان طموح اي لعيب في قطاع الناشئين ان هو عايز ياخد فرصه في الفريق الاول. فطبعا انا دلوقتي اذا ما كانش هياخد فرصه والفرقه بتاعتي واخده بطوله بقى لها سبع اسابيع وفي سبع مباريات، النادي الاهلي المفروض يشوفني. يبقى لازم انا ابص لدي، ولازم انا حد يكلم الراجل. يعني ممكن الراجل ما يكونش الكلام ده في انا عندي المجموعه دي وعندي اصابات، لا لا، ده في ولادنا عايز بيستنشق فرصه. عايز الفرصه دي. وحضرتك شايف ان ده الوقت المناسب بما ان خلاص احنا حاسمين؟ خلاص هو ده الوقت المناسب. وعرف الجمهور على لعيبه النادي الاهلي قطاع الناشئين، وعرف الجمهور ازاي يشوفوا النادي الاهلي دلوقتي بيذيع مباريات لقطاع الناشئين، والناس عارفه بالاسم دلوقتي، فلان في فرقه كذا، فلان في فرقه كذا، فادي فرصه للولاد دي، لان هي فرصته وامله وطموحه، لعل وعسى انك انت تبص تلاقي لعيب كويس،
تبص الاثنين كويسين تكتشف لمستقبل نجوم جديده في لمستقبل النادي الاهلي زي ما احنا اتعامل معانا كده بالظبط. ما هي كانت فرصه يعني تريزيجيه برضو يعني لو كل اكيد كل جمهور النادي عارف موضوع تريزيجيه. تريزيجيه راح معسكر بس كده لان هو اللي كان في الاصطراع في قطاع الناشئين وراح عشان يكمل معاهم فخد فرصه وشم نفسه والراجل شافه فخلاص ايه المانع ان انا اريح لعيبتي واجهز بقى تفكيري واستعد للمباريات القويه جدا وودي قطاع الناشئين حقه. ده انا وجهه نظر يعني مفيده من ناحيتين من وجهه نظر حضرتك انه على قطاع الناشئين وللعيبه اللي ما بتلعبش وكمان انه احافظ على الاساسي بقى بتاع يعني اريح الشناوي وقبل مباراه افريقيا مفهوم جدا. طب شايف حضرتك تاجيل مباريات افريقيا في صالح النادي الاهلي في الوقت اللي احنا فيه؟ انا شايف ان التاجيل فعلا في صالح النادي الاهلي دلوقتي حاليا لان احنا اللعيبه بتاعتنا دلوقتي اصابات كتيره جدا نجوم كتيره جدا كان بيعتمد عليها بدات تخش في اصابات بدات تخش في مجهود كبير جدا مش عايز اقول النادي الاهلي مش جاهز لها 100% لا النادي الاهلي بيعاني من حاجات هتبقى مؤثره في اللقاءات اللي جايه فانا شايف لو في تاجيل هتبقى في صالح النادي الاهلي اللعيبه هتتعافى اللعيبه هتبقى جاهزه اللعيبه خلاص خارجه من بطوله الدوري ومجتهده وفي اجتهاد وفي فهتبقى مرتاحه اكتر لان هبقى انا عينيا على البطوله دي بس خلاص حتى المباريات اللي موجوده اللي فاضله للنادي الاهلي في البطوله الدوري برضه ممكن تاثر عليه في في في, في مجهودات لاعبين في لعيبه يتصابوا فانا شايف لو في تاجيل تبقى مصلحه النادي الاهلي. طيب باعتبارك كنت مساك يعني ازاي شايف غياب متولي وربيعه هياثر على النادي الاهلي في وعدم وجودهم طبعا ياسر ابراهيم بس موجودين وايمن اشرف ياسر ابراهيم وايمن اشرف في مباراه الوداد شايف ده هياثر ازاي؟ انا اكلمك في عموم في المركز اللي انا بلعب فيه دون ايه مشاكله السنه دي مع النادي الاهلي؟ الطبيعي ان انا من اول الموسم او من اول السيزون المركز ده بالذات اتنين بيلعبوا وبيكملوا لان هما بيبقى في تفاهم مع بعضهم وانا كل ثلاث اربع مباريات او خمس مباريات بدل البديل عشان يبقى قريب منهم عشان يبقى ايه ما عنديش نقص لو في اصابه. النادي الاهلي حظه سيء جدا في المركز ده من اول الموسم والمركز ده بس هو اللي بيتصاب. كل لعيبه المركز ده ما فيش بلا استثناء في المركز ده ما اتصابش فاذا ما فيش فرصه لان الاثنين يبقوا منسجمين مع بعض لاربع خمس ماتشات ورا بعض او ست ماتشات ورا بعض على اساس ان انت تبقى عندك الهيكل الاساسي للمركز ده. كلهم ده بيخرج من الاصابه ده بيخش في اصابه ده بيخرج من الاصابه ده بيخش في اصابه فدي بتعمل خلل في دفاع النادي الاهلي لان ده اهم مركز في الاربعه المدافعين او الاثنين الديفندر المركز ده لان المركز ده ما فيش حد بيغطي بعديك غير حارس المرمى. احنا النادي الاهلي محظوظ دلوقتي لان الشناوي برضو بيقوم بالمركز ده لانه في اوقات ياسر ابراهيم او في اوقات ايمن اشرف بيبقى بعيد عن المباريات فبتبقى حارس المرمى لما بيبقى صاحي ومغطي الفرقه بتاعته فبيغطي برضو الدفاع ده. فاحنا انا عن نفسي وجهه نفسي الشخصيه ان الفتره اللي جايه اتمنى ان يبقى في اتنين ثابتين في المركز ده وما يتغيروش غير للشديد القوي زي ما بيقولوا للاصابه فقط لا غير او لسوء المستوى. انما طول ما الاثنين ماشيين كويس لان ده مركز حساس فعلا احنا في الجيل بتاعنا كنا ممكن انا اقعد احتياطي 15 مباراه لان الاثنين اللي بيلعبوا ماسكين في الفرصه ومنسجمين والاثنين تمام فخلاص بيبقى بيكملوا وممكن انا لما اخد فرصتي العب 15 مباراه بس ما فيش خلل في المركز ما فيش خلل في الدفاع الاثنين دول محافظين على التعاون بتاعهم مع بعض او الانسجام زي ما بنقول او زي ما زمان كنا بنقول ايه مصطفى عبده الخطيب مثلا الاثنين مساكين ابو الدهب ويوسف او الحديدي ومشير متفاهمين مع بعض لان لما بيلعبوا مع بعض خلاص بيحلوا المشكله تماما. مين افضل لاعب في الاهلي في الموسم ده في الدفاع ولا عموما؟ لا عموما عموما في النادي الاهلي الشناوي رقم واحد. طيب ولو قلت لك مثلا رايك في كهربا بعد العوده يمكن مباراتين بس شايفينه بيستعيد يعني لياقته بسرعه. كهربا انا ليه اعتاب على كهربا؟ كهربا جمهور النادي الاهلي عايز منه اكتر من كده بكتير. ليه بقى؟ لان النادي الاهلي جايب كهربا عشان
عارف ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي وخامه كويسه وخامه عاليه جدا. بس يا كابتن لازم برضو نحط في الحسبان انه يعني غايب اكتر من 5 شهور. لسه لسه ايقاف وكورونا لسه كنت هتكلم في دي اهو. بس الجمهور معلش في الكلمه ليه عاطفه كده، هو مش ما بيفكرش في دي، هو بيفكر لما كهربا يلعب خلاص. ما بيفكرلوش بقى ان هو ايه العذر بتاعه ان خارج من كورونا وخارج من ايقاف وخارج من لسه ما حطش رجليه في مباريات واستمراريه. لا كابتن برضو الجمهور بيبقى فاهم ده، احنا فاهمين طبعا الجمهور بيبقى عايز اكتر من اي لاعب في النادي الاهلي، بس برضو بيبقى فاهم انه اللاعب ده بقى له 5 شهور ما لعبش، على ما بيرجع لفورمه المباريات، وحضرتك اكيد عارف اكتر مني، اكيد بتاخد وقت، بتبقى واحده واحده. هي صعبه بس هو هنا، هل هنا في مدربين بتساعد اللعيبه على الكلام ده بقى، في مدرب، في مدير فني بيبقى انا مقتنع باللاعب ده فانا بساعده فبديله الوقت الـ مش هقول الكتير، لا بديله مباريات كتيره ورا بعض، لان انا عارف ان الخامه دي لما تاخد مباريات كتيره هيرجع لي وهكسبه. هو المفروض يتعامل مع كهربا كده، مش كهربا لوحده كمان، مع حسين الشحات كده. لان انا عايز اسالك بقى، عوده حسين وجود كهربا هيفرق مع الاهلي هجوميا؟ طبعا. بس ياخدوا مباريات اللي جايه، ياخد هو بيدي دلوقتي حسين وبيدي كهربا ربع ساعه نص ساعه، لا انا خلاص مباراه الدوري اللي جايه بالنسبه لي ليس ليها قيمه بس ليها مكاسب. لازم بس معايا في الكلمتين دول، ليس ليها قيمه بس ليها مكاسب. هي المكاسب اللي انا بقول عليها دي، ان انا اوقف الشحات على رجليه واديله 90 دقيقه في 90 دقيقه في 90 دقيقه، نفس الكلام كهربا، نفس الكلام البعيد اللعيبه اللي بعيده عن المشاركه. ما هو لازم احكم عليهم في الكلام ده، ولازم اجهز لعيبتي في المباريات دي. طيب مروان محسن وبادجي مالهم؟ ما احنا بنقيم اللعيبه من وجهه نظرك، شايف ازاي ادائهم الفتره دي مع النادي الاهلي؟ تقييم؟ يعني شايفهم ازاي بعد الرجوع؟ اصل خلي بالك برضو يا كابتن، احنا راجعين من فتره توقف تاثر على اي لاعب، وفتره الاعداد ما كانتش كفايه، ومع ذلك يعني بنشوف النادي الاهلي بيفرض شخصيته في كل مباراه من بعد الرجوع، وحتى لو الاداء، وده في كل انديه العالم، يعني ما فيش نادي رجع باداء قوي. احنا شفنا برشلونه بيشيل 8 من بايرن ميونخ في دوري الابطال، ده برشلونه يعني من اقوى الانديه في العالم، لكن النادي الاهلي برضه يا كابتن هو فرض شخصيته في كل مباراه، حتى في أسوأ ظروف بيطلع كسبان. بص يا ساره، انا هكلمك الطبيعي. الطبيعي ان مروان محسن هو حتى في المنتخب الفرود رقم واحد في مصر، دي حقيقه. طيب مروان لغايه وقتنا هذا الجمهور ذات نفسه يعني ايه، مش هقول لا، هو عايز منه اكتر من كده اكيد طبعا، وهو بيحاول بس لسه برضه ما اقنعش الجمهور بكده. ده بالنسبه لمروان. يعني بابجي الجمهور في اول لقاء لبابجي ما كانش مقتنع بيه، بس بدا في الاخر الجمهور بدا يبص له. انا بكلمك بالطبيعي في الاثنين مهاجمين لبابجي، ان هو حتى كمان لو هو مش موفق بيجتهد، لو هو مش موفق بيقاتل، لو هو مش موفق الكور العاليه انما مروان احنا عايزين منه اكتر من كده. مروان جمهور النادي الاهلي عايز مروان فعلا اللي كان، وهو فعلا اللاعب بيجتهد الفتره دي في التدريبات. ويعني طب قول لي رايك على ثنائيه مروان وبادجي اللي لعب بيها فايلر في كذا ماتش بالاثنين؟ انا بختلف معاه تماما. ليه اختلف معاه تمام؟ لان مفيش نادي دلوقتي او فرقه على مستوى العالم بيلعب باتنين فراوده. هو بيلعب عشان مجبر لكده. عشان هو بالزبط. مجبر لكده. انما الطبيعي ان احنا طبعا احنا كدوري مصري او عربي او كلنا برضو بنشوف اوروبا وبنشوف التكتيك بتاع اوروبا وبنشوف برشلونه وبنشوف ليفربول وبنشوف كل دول في حاجه اسمها اساس التكتيك بتاعي. بس انا في مدرب غصب عنه بيبقى مجبر ان هو يعمل كده، ولما بيجي يكسب بيستمر. النادي الاهلي ممكن يكون هو وجهه نظره ان انا لو لعبت باتنين فراوده هضغط الفرق اكتر، او ان انا هسجل بسرعه. واثبتت نجاحها في كذا مباراه برضو يا كابتن. ما انا لسه هقول لك اهو. صح. بس ده مش مقياس في الدوري المصري. ده ممكن كتكتيك لما بلعب فرقه قويه بيعمل لي خلل في نص الملعب، لان انا عندي 2 مهاجمين قاعدين في ال 18 الفرقه الثانيه. بس احنا عشان بنحكم في الدوري المصري ماشيه معاه، وماشيه معاه بقوه، وفي تسجيل وفي اهداف وفي نكسب البطوله. انما ده مش مقياس. انما لما اجي العب في افريقيا لازم اراجع حساباتي واشوف ان انا العب في ان انا افريقيا دي بالذات. لازم المدير الفني
سواء هو موجود او اللي هيجي، اوعى تتهاون من فرق المغرب. لازم تتعمل لها 100 مليون حساب ومليون سيناريو. انا ممكن العب فعلا براس حربه واحد، وفي وقت العب باثنين، وفي وقت العب بخمسه مدافعين، وفي وقت العب باربعه مدافعين. ده حسب المدير الفني ما هو هيقرا ويشوف ايه اللي هيحصل في السيناريو بتاع البطوله الافريقيه. اكيد المدير الفني هيبقى متفاهم ده تماما ومدى اهميه بطوله افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. خلينا نسالك برضو عن فرص فوز النادي الاهلي قدام الوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. هو الطبيعي ان 50-50 مفيش فرص، احنا كلنا بنتمنى طبعا ومستنيين دي طبعا. وانا بناشد بقى ودي رساله من قناه النادي الاهلي للعيبه وللجهاز الفني وللاداره. السنه دي جمهور الاهلي مش هيرضى غير بافريقيا. النادي الاهلي جمهوره بيحلم في افريقيا او بيحلم بافريقيا، فما تخذلوش الجمهور الكبير دون. واحنا واثقين ده طبعا مفهوم وكلنا نفسنا في افريقيا التاسعة. بس ساعات بحس يا كابتن الموضوع ممكن يقلب بضغط قوي على اللعيبه والجهاز الفني. هم فاهمين قد ايه، متفاهمين جدا انه الجماهير عايزه التاسعة، افريقيا التاسعة، ولكن يعني ساعات بيبقى الكلام والانتقادات وكلام كتير قوي ممكن يقلب بضغط شويه. يعني انا فاكره كان احمد الشيخ، كابتن احمد الشيخ معايا في البرنامج بيقول لي انا حاسس ان الجمهور مش مبسوط بالدوري، مش مبسوط، احنا تعبنا وفوزنا وظروف صعبه. فحاسه ان المفروض ما ينفعش يبقى الموضوع بقى قالب بضغط قوي على الجهاز الفني او اللعيبه. المفروض ده يعني ده مؤشر خطا ومؤشر يعني خطر جدا. هقول لك ليه. لان لعيب النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي ولا في دماغه اي الكلام اللي انت بتقوليه دون، ولا ضغوطات ولا كلام، ولا انا ماليش دعوه بكل ده. انا بخش النادي، بخش معسكري، بخش الغرفة بتاعتي، ملوش دعوة بالكلام ده نهائي. ويا ريت الكلام ده ما حدش يتكلم فيه، لأن الطبيعي إن لعيبة النادي الأهلي مش هقول بقى الكلام ده، ولا يفرق معاها، ولا يفرق معاها ضغوط صحفية ولا جمهور ولا ولا. النادي الأهلي علمنا على كده. أنا ما بخش في مسابقة بركز فيها وماليش دعوة بأي حاجة، بدليل إن إحنا الأول أو موجودة دلوقتي بنقول إيه؟ لازم نقفل عننا الباب. طبعا. فهي دي رأيك الباب خلاص طبعا يا كابتن. وعايزه منك بس كلمه اخيره سريعه كده لجماهير النادي الاهلي قبل ما نختم. جماهير النادي الاهلي وحشتوني جدا، وانا واحد خلاص انا دلوقتي مش لعيب نادي الاهلي، انا سابق. انا بتمنى زيكم بالظبط ان النادي الاهلي ان شاء الله يفرحنا ببطوله افريقيا دي بالذات. باذن الله كلنا بنتمنى ده يا كابتن. وبجد بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعة، وبإذن الله حلقة جديدة من برنامج السادسة بكرة.